30% ترتفع نسب الجريمة المنظمة الخاصة بتسليب وسرقة السيارات، أكثر من 400 دعوة سجلتها مراكز الشرطة في جانبي الكرخ والرصافة تخص السرقات، حوادث متفرقة في عموم مناطق العاصمة آخرها محاولة تسليب أحبطتها القوات الأمنية في شارع الربيع. تسليب ولد أبو تاكسي سلبي جماعة عصابة، فمن هنا كم شهادة جندي جاء علي ركب من هنا فخبر الجندي، الجندي طلع له شاف العصابة شافوه نزل من سيارة ونزل ذاته الولد والعصابة، واحد فلت وواحد طلع بهذا الشارع. عاد ورا شوية واحد مصاب همينه قالوا مضروب ما ادري شلون. السيارة كانت طابقة على صف الشارع فجت عصابة هذا وين يخطفون السيارة كسروا الجامعة مالتها، بعدين نزل يعني وقفوا السيارة القوات الأمنية وقفوا السيارة نزل عاد وفلت ما ادري. مديرية المرور العامة تتخذ إجراءات أمنية تمثلت بتعميم أرقام السيارات المسروقة على السيطرات، فيما تدعو المواطنين إلى زرع كاميرات المراقبة التي تساعدهم في الكشف عن الجنات، ويلجأ البعض إلى اتخاذ إجراءات احترازية في تركيب أجهزة الإنذار والتعقب. طبعا خطاب يعني لندن حسب المعلومات اللي تردني 20 مليون كاميرا بيها، مو كلها تابعة للدولة للحكومة البريطانية، لا هناك مواطنين أقرباء يتكلموني حتى بالبيوت حتى بالشقق بدأوا يوضعون كاميرات، هذه الأجهزة الأمنية تستفاد منها، 20 مليون كاميرا مو قليلة، لكن أهم شيء إحنا أكثر السيارات اللي دترت بها أجهزة حماية، فياريت السيارة خاصة بعض السيارات ما بيها أو يعطل، أنا أنصحهم يعني هذه الحالة جدا ضرورية، لأن حتى اللي يريد يسرقها قد يستغرق فترة إلى أن يعطل جهاز الحماية، فجهاز الحماية يحد الكثير الكثير من السرقة. يعني أعداد كبيرة تسلبت وأهلها لقوا سياراتهم، فتعرف إحنا مثل النار في الهشيم، بس يعرفون إنه أكو سيارة لقت من السرقة ورا السرقة لقت قبل لا تطلع طريق خارجي انطفت بالموبايل، قامت الناس قامت تجي تقبل على هالموضوع. مواطنون في العاصمة يشتكون من ضعف التفاعل في الكشف عن السرقات وحجم التعامل الاستخباري من جهة، وعن أدوات تطبيق القانون وسرعتها من جهة ثانية. خطاب عادل، الشرقية نيوز.